الألف بواحد واللام بثلاثة وعشرين والحاء بستة، يبقوا مجموعهم 30، والحرف الأخير ه بستة وعشرين يبقى 56، يعني ناقص حرفين قيمتهم 46، يبقى 46. الحكمة الكاف ب22 والميم ب24 يبقى 46 زائد 56 يبقى مجموعهم 102. صح يا رانيا، الحكمة. الحكمة صفة رائعة، زهرة عظيمة. طيب لو سألنا مين أشهر حكيم في الدنيا؟ النبي سليمان الحكيم. مظبوط، بس الحكمة دي مش صفة بيتسب بيها الناس الكبار بس. شوف يا عادل، أي صفة كويسة بتبتدي مع الإنسان تنمو وتكبر معاه مادام بيراعيها ويغذيها. هي الصفات بتاكل وتتغذى؟ طبعا. لما نقرا كتير عن الصدق وفوائده هنبطل كده، ولما نقرا كتير عن الحكمة والحكماء ونحاول نقلدهم هتنمو جوانا صفة الحكمة. مرة واحد بيسأل واحد حكيم وبيقول له أنت تعلمت الحكمة من مين؟ قال له الحقيقة أنا تعلمت الحكمة من الضرير أو الأعمى، لأن عمره ما حط رجله على الأرض إلا واختبر الأول الأرض بعصايته. وأول أنواع الحكمة إن الإنسان يخاف من ربنا ويراعيه في كل تصرفاته. ومن الأمثال والحكم إحنا بنتعلم الحكمة، وبلدنا مليانة بالحكم والأمثال لأننا بلد حضرتها 7000 سنة. ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها. أيوة دي حكمة، حكمة كان بيسمعها عواد الفلاح من أهل بلدهم، لكن نسيها لما كان بيعزق الأرض بفاسه ولقى ريال مزيف. ايه دي؟ درياه كويس والله. ومال ماله كده يا باي؟ ده يظهر عليه، يظهر الله اعلم كده يعني انه ريال براني. خلصه. ايوه خلصه. يلا طب انا ارميه ليه؟ طب ما انا اخليه، ايه انا اخليه وزحلقه لاي حد من الرجاله الطيرين بتوع بلدي. ما هم ناس طيبين ما بيدقوش، ولا حد فيهم هيدق ولا هيفتكر اي حاجه، ناس على نياتهم على طول. ايوه عواد، اهلا اهلا وسهلا. اهلا يا استبركات، عني صلحت لك مكنه الميه وبقت تمام. يا سلام، تشكر تشكر يا استبركات. وعدم المؤاخذه عايز كام؟ ريال بس. ايه دي ريال؟ ريال بس؟ ده ريال كتير قوي يا استبركات. عموما مش خساره فيك. اتفضل الريال اهو. سبحان الله، يعني دي اول مره ما تفاصلنيش فيه. يا راجل الناس لبعضيها يا اسطى بركات، ويعني احنا بينا وبين بعض اي فرق؟ في بيتي. في بيتي. ايوه في بيتي. طيب تشكر. السلام عليكم. مع السلامه. امان الله ومتشكرين وما نتحرمش منك يا راجل يا طيب. يا طيب او لا من شاي ولا من دي، اتزحلق على طول، اتزحلق الريال على طول من ايدي ور لجيبه، لا من شاف ولا من دري. اه يا بلد. الفطير العالي اللذيذ السخن، الفطير العالي اللذيذ السخن، اخر فطيره ترى مين صاحب النصيب. ايه ده مدبولي؟ انت ما عندكش غير الفطيره دي؟ انما فطيره ايه اخر تمام مسك. وبكام ده يا مدبولي؟ دي بشلن بس. بشلن؟ اه. طب هاتها وزود السكر. من عينيا. خد ريال اهو. حاضر يا سيدي حاضر. حاضر.
وادي يا سيدي 3 شيلينج. اتفضل. اتفضل. شك. ألف هنا وشفا يا أستا بركات. الله يهنيك يا مدبولي. مع ألف سلامة يا أستا بركات. السلام عليكم يا عم حسنين. وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا مدبولي؟ ازيك أنت يا عم حسنين؟ أنا عايزك تشوف لي صناعة كويسة كده عندك. على عيني. حاضر. صينية هي معتبرة. كويسة يا عم حسنين. بكام دي؟ دي عشان خاطرك بربع جنيه. ريال كويس يا عم حسنين، أنا راجل على باب الله. خلاص ماشي يا مدبولي. شكرا يا عم حسنين، فاضل قد الريال. بس ده مصدي شوية. يا عم ولا يهمك، مفيش حاجة بتستنى. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسنين يا حسنين. ايوه. ايه مالك مسروعة كده على الصبح؟ اسمع يا حسنين، الجنينة دي لازمها واحد يعزقها عزقة كويسة ويوضبها شوية. ما انا كلمت واحد صاحبي يبعت لي مزارع من اللي عنده يشتغل فيها ولو نص يوم. إذا جه النهاردة وأنا مش هيني خليه يشتغل ويعمل اللازم، ولما يخلص يفوت عليا في الدكان. حاضر. أروح أنا بقى عشان ألحق أفتح الدكان. طيب يا أخوي. طيب. مع السلام. ألف سلام. اتفضل. حل غير اللي رجعته. طيب. مع السلامة. السلام عليكم يا ابو حسنين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا خلاص وضبت الجنينه هناك وبقت كله تمام على الاخر كده. ايوه. تشكرين يا عواد. اتفضل يا سيدي. ريال اهو كويس. ريال ما تزحزحوا شويه يا ابو حسنين. لا ريال كويس. كويس اي حاجه منك كويسه، وانا دايما في الخدمه يا ابو حسنين. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الريال ده براني يا سي عواد. براني؟ براني يعني ايه؟ يعني مزين، يعني فالصو، يعني ما ينفعش. هو انا يعني اللي كنت دقيته ولا كنت دقيته؟ مش عاوز كتر كلام لوديك المركز. وتوديني المركز على ايه؟ على الريال ده انا واخده من عمك حسن. ايه؟ عمك حسن بتاع المواعين اللي افطر في البلد. ايوه خدته اجرتي لما اشتغلت عنده في الجنين. انا ماليش دخل بالكلام ده. الريال ده مزيف يعني مزيف، يعني تشيله من قدامي دلوقتي. فهمني، شيله من قدامي ما تجيبليش تهمة. الريال دي زي ما يكون الريال اللي انا لقيته في الارض. ايوه هو بقى. انت تلف وترجع لي تاني. طب وانا مالي؟ ايوه انا مالي. انا خدته من عم حسنين اجرة تعبي وشقايه وانا بشتغل عنده في الجنين. ايوه انا هروح المركز واقول لهم عم حسنين اداني ريال مزيف. بقى كده يا عم حسنين؟ بقى كده تديني الريال مزيف؟ يا راجل ما عندكش ضمير انت يا عم حسنين اللي اديته الريال ده. إن جيت للحق أيوه يا سعادة البيه، بس ما كنتش أعرف إنه براني. أنا اديتهوله بحسن نية. ويا ترى فاكر خدته من مين؟ أيوه أنا بفكر أهو. أيوه يا سعادة البيه، خدته من الواد مدبولي امبارح لما اشترى مني صينية. تعرف مدبولي ده؟ أيوه يا سعادة البيه. روح هاته وتعالى. حاضر يا فندم. أنا مستعد اديله غيره يا سعادة البيه. انا ما احبش اظلم حد. لما نشوف الاول مصدر الريال ده منين. يلا خف شويه وتعالى معايا. الله، مش بس سمع افهم الاول انا عملت ايه. الله، حد صابت مش عايز ابيع فطير بلاش، ابيع عطايب، بسبوس، اي حاجه تانية اللي انتوا حر عايزينه اعمله. الله، يلا يا واد بلاش غلبه فاضي. امال دول كلمتين يا دوبك وهترجع تاني. يلا لا اله خف الله. شويه وتعالى معايا. تمام يا فندم، مدبولي بتاع الفطير وصل يا فندم. مدبولي. السلام عليكم يا سعادة البيه. انت اشتريت صينية من عمك حسنين امبارح؟ ايوه يا سعادة البيه، واديته 8 ريال، ريال حتة واحدة. الريال ده
ايوه سعدت بيه الريال ده بتاعي. وحتى قلت لك يا عم حسنين خلي بالك ده مصدي شويه. مش حصل يا عم حسنين؟ قلت لي معلش يا ابني وفي حاجه النهارده بتستنى؟ حصل ولا ما حصلش يا عم حسنين؟ ايوه حصل. عرفت بقى سعاده البيض انا مظلوم؟ يعني الريال ده بتاعك. هو كان بتاعي يا سعاده البيض، انما دلوقتي بتاع عم حسنين. بس كان بتاعك. وايه اللي حصل يا سعاده البيض؟ ايوه كان بتاعي. عارفين الريال ده ايه؟ الريال ده مزيف. مزيف؟ طب انا اعرف ازاي انه مزيف؟ انا احاول افتكر. ايوه نص بركات كان معايا فطيره واحده وجي خدها مني واداني الريال ده واديته 3 شلن. ايوه تمام انا مش ناسي. ايوه يا فندم. ايه بقى شوف لنا نص بركات ده. حاضر يا فندم. على الله بقى يكون نص بركات ده اخر واحد في الحلقه دي. كده برضه كده برضه يا عم حسنين كده اهو تديني ريال مزيف. الله يسامحك يا راجل يا طيب. انا عموما يا سعاده البيه عدم المؤاخذه مسامح عم حسنين، لا عايز منه عوض ولا عايز منه حاجه. اروح اشوف بقى مصالحي. لا استنى شويه لما اشوف اخرتها ايه في الحكايه دي. اما عجايب ريال يعمل الازمه دي كلها. امال مش حاجه مزيفه لازم نعرف مصدرها منين علشان ما نقبضش عليك. تمام يا فندم. نص بركات وصل يا فندم. هات واستنى بره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمع يا استاذ بركات، انت مش خدت مني اخر فطيره كانت معايا واديتني ريال وانا بالاماره اديتك 3 شلن؟ ايوه حصل. انا فاكر الكلام ده. وده الريال اللي اديته له؟ افتكر هو. ايوه هو تمام. ويا ترى جبته منين؟ لا انا فاكر جبته منين، خدته من عواه. من هنا يالا انت كداب. لا انا بقى مش كداب يا عواه. يا سعاده البيت انا صلحت له مكنه الميه من كام يوم، قال لي عايز كام، قلت له ريال، قام مديني الريال ده على طول. والاول مره يا سعاده البيت ما يفصلش معايا. حصل الكلام ده يا عواد ولا لا؟ ايوه يا سعاده البيه حصل عدم المؤاخذه. جاي تشتكي الراجل البريء ده والريال اصله من طريقك؟ عواد جبت منين الريال ده يا عواد؟ الصراحه يا سعاده البيه الريال دي انا لقيته وانا بعزق في ارض. وطبعا كنت عارف انه مزيف، قلت يا الله زحلقه، لكن في النهايه لف ورجع لك تاني. انت هتتحول للنيابه عشان تاخد جزائك. من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. الحكم والأمثال المصرية كتيرة جدا، وكل ما الواحد يعرف حكم وأمثال كتيرة ويعمل بيها هيربي في نفسه حسن التصرف والحكمة. في مثل بيقول لسانك حصانك إن صنت صانك وإن هنت هانك. والمثل ده بيعلمنا إزاي نحافظ على كلامنا وعلى ألفاظنا. وفي حكمة بتقول إنه القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، بس اوعوا تتصوروا إن دي دعوة للبخل، بالعكس دي دعوة للإدخار. يعني الإنسان عليه إنه يدخر من فلوسه جزء للزمن. طب أنتوا بقى قاعدين ساكتين ليه؟ كل واحد عارف حكمة أو مثل يقول. هي رامي اللي أقوله شرط آخره نور. عظيم. والمثل ده بقى نستفيد منه إيه؟ ان احنا نتفق مع بعض في الاول علشان ما نزعلش مع بعض في الاخر. تمام. قولي يا عادل. رحله الالف ميل بتبدا بخطوه، يعني الواحد ما يستصعبش اي موضوع، المهم انه يبتدي بالخطوه الاولانيه. برافو عليك يا عادل. طيب قولي يا رانيا. وراء كل عظيم امراه، يعني المراه بتدفع الرجل للنجاح. برافو يا رانيا. ها قولي يا وسام. من جد وجد. شاطر. قول يا عماد. الاعتراف بالحق فضيلة. هاي بط الايد لوحدها ما تسقفش. كويس. مين؟ قولي. التكشر من احسنت اليه. هاي اميرة. عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به. كويس قوي. قولي يا جيلان. لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. ده مثل جميل. هي اسماء. رأس الحكمة مخافة الله. ها
يا هاني القفه مودنين بيشلوها اتنين. حلو، مثل عن التعاون. قول يا لقاء. اذا حكمتم بين ناس فاحكموا بالعدل. بقول ايه يا جماعه بقى، كفايه كده، احسن لسه عندنا فقره القاضي الحكيم. انتوا عارفين الاستاذ محمد توفيق منتظرنا، والراجل هيتعاون معانا، وده فنان قدير يعني. يلا بينا. نادي القضية الأولى. السمع والطاعة. القضية الأولى. اعرضوا قضيتكم. الراجل ده يا سعادة القاضي كان واقف فوق مدنة بينظفها، اختل توازنه وقع فوق والدنا اللي كان ماشي ساعتها في الشارع. مات والدنا ونجا المتهم ده. وهل كان في عداوة بين المرحوم والدكم وبين الراجل ده؟ لا يا سعادة القاضي. والمطلوب ايه دلوقتي؟ احنا طالبين تعويض يا سعادة القاضي. يا سعادة القاضي، ده قضاء وقدر، نصيبه كده. انا ما قصدتش اقتله، ده انا كنت زعلان عليه خالص يا سعادة القاضي. لازم يعوضنا يا سعادة القاضي، لان ده يعتبر قتل خطأ. خطأ؟ انا ماليش ذنب فيه، انا ما غلطتش. ده انا وقعت من فوق المدنة، وقعت ودورت. شوف يا سعادة القاضي، شوف يا سعادة القاضي. احنا طالبين تعويض يا سعادة القاضي، دم والدنا ما يروحش هدر. انتوا محقين في دعواكم. الراجل ده وقع من فوق المئذنة على المرحوم ابوكم وقتله، ولازم ياخد جزاءه. ولما كان الجزاء من جنس العمل فقد حكمنا بما هو آت. يصعد أحد أولاد المجني عليه اللي هو الأتير فوق المئذنة ويلقي بنفسه فوق هذا الرجل. اتفضلوا روحوا نفذوا الحكم. مستنيين إيه؟ واحد منكم يطلع فوق المئذنة ويرمي بنفسه فوق الراجل ده؟ لا 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 لا، خلاص خلاص يا سعادة القاضي، احنا متنازلين عن دعوانا. ايوه الراجل ده فعلا مالوش ذنب، المسألة جت قضاء وقدر كده. طيب اتفضل. متشكرين يا سعادة. متشكرين. متشكرين يا سعادة القاضي. نادي على القضية التانية. القضية التانية. احكولي ايه قضيتكم؟ انا اسمي محمدين. اهلا وسهلا يا محمدين. وعم الشيخ ده اسمه عم الشيخ رمضان. اهلا وسهلا يا شيخ رمضان. من حوالي سنة نسمع الحكاية من الشيخ رمضان. يا سعادة القاضي، في يوم من الايام كنت واقف في محلي، لا ليا ولا بيا، دخل سي محمدين ومعاه صاحبه ده اللي اسمه سعدوق. السلام عليكم عم الشيخ رمضان. اهلا اهلا، ازيكم يا اولاد؟ ازيك يا عم الشيخ رمضان؟ الحمد لله. بقى يا سيدي، انا وسعدون زميلي مسافرين ان شاء الله، وعايزين نشيل عندك امانه. وماله؟ من عيني. بس على شرط ما تديهاش لواحد فينا لوحده. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني زي ما جبناهم لك مع بعض تدهم لنا واحنا مع بعض. واللي يجي لك لوحده ويقول لك هات الامانه قول له هات التاني معاك. بس كده؟ حاضر، من عيني. اتفضل، ادي الالف دينار اهو. وناويين تجيبه كتير؟ اربع خمس اشهر كده ان شاء الله. طيب. ست شهور بالكتير قوي. طيب يا اولاد، تروحوا ترجعوا بالسلامه ان شاء الله. الله يسلمك. سلام عليكم. سلام عليكم. وبعدين يا شيخ رمضان؟ مر خمس شهور ست شهور ولا فيش حد جه، وفي يوم من الايام طب علي سعدون. السلام عليكم عم الشيخ رمضان. مين؟ سعدون؟ الف حمد لله على السلامه يا ابني. ايه الغيبه الطويله دي؟ دنيا قلابه. غدار عم الشيخ رمضان. خير يا ابني؟ الله، امال فين صاحبك اللي اسمه محمدين؟ محمدين مات يا عم الشيخ رمضان، ربنا افتكره. سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما دايم إلا وجهه. أيوة،
بس انا جاي لك دلوقتي عشان الامان اللي عندك. بس انتوا كنتوا قايلين ان انا ما سلمكمش الامانه ده هي الا لما تكونوا انتوا الاثنين مع بعض سوا. محمدين مات يا عم الشيخ رمضان، دفنت وايديا الاثنين دول، اجيبه لك منين دلوقتي؟ ولا انت ناوي؟ استغفر الله من كل ذنب، ايه الكلام ده يا ابني؟ طب يا سعدون ملوش اهل قرايب؟ ما انت عارف يا عم الشيخ رمضان، محمدين مقطوع من الدنيا، ملوش حد، مقطوع من الشجر. الامر امرك يا ابني، اجيب لك المبلغ. متشكر يا عم الشيخ رمضان. وابص الاقي محمدين قصادي اللي هو انا. يعني ما متش؟ لا ابدا، انا كنت عييت يومين فهو راح من ورا ظهر العم الشيخ رمضان وكذب كذبته عليه وخد منه الفلوس وفص ملح وداب، وانا بعد كده جيت لعم الشيخ رمضان علشان اخد فلوسي ما لقيتهاش، وانا الفلوس دي ليا فيها 700 دينار، انا عايز فلوسي دلوقتي. وانا ذنبي ايه يا سعاده القاضي؟ انا غلطت في حاجه؟ انا ماليش دعوه، انا عايز فلوسي. صاحبك وخانك ونصب عليا، يبقى ذنبي ايه انا؟ ذنبك ان انت خالفت الاتفاق اللي اتفقنا عليه. احنا اتفقنا معاك انك ما تديش الفلوس لواحد لوحده، تديهم لنا احنا الاثنين مع بعض. تعالى قرب مني يا شيخ رمضان. مفهوم مفهوم يا سعادة القاضي. قل لي يا محمدين. نعم يا سعادة القاضي. انت مش كنت اتفقت انت وزميلك انكم ما تاخدوش الفلوس من الشيخ رمضان الا لما تكونوا مع بعض، مش كده؟ تمام يا سعادة القاضي. وانت يا شيخ رمضان معاك 1000 دينار؟ معايا. طيب ادي الراجل ده فلوسه. من عيني، بس يجيب لي سعدون وانا مستعد اديلهم ال1000 دينار هما الاثنين سوا. وانا اجيب لك سعدون منين؟ ده طفش وملوش اثر. وهو ماله؟ تجيب زميلك يديكوا ال1000 دينار وانتوا سوا، ما تجيبوهوش ما يقدرش يديك فلوس. مش كفايه انه غلط مره وادى الفلوس لزميلك؟ غلبتني غلبتني يا سعادة القاضي، غلبتني بحكمتك. طيب اتفضلوا. نادي على القضية الثالثة. القضية الثالثة. قبل ما نحط زهرة الحكمة عايز اوضح حاجة مهمة جدا. الحكمة حاجة والخبث والمكر حاجة تانية، والفرق بين الاتنين كان واضح جدا في القصتين اللي احنا شفناهم. عواد اللي لقى الريال المزيف كان خبيث ومكار جدا مش حكيم، عشان كده في النهاية وقع في ايد البوليس. والقصة التانية محمدين برضو كان خبيث مش حكيم، لكن القاضي كان هو اللي حكيم وانقذ الراجل الغلبان. علشان كده محمدين قال للقاضي غلبتني بحكمتك يا سيادة القاضي. يعني باختصار الحكمة هي اللي غلبت الخبث. يعني الحكمة استخدام ذكائنا في الخير مش في الشر. ما تغلطش أبداً، ما تندمش أبداً، وترتاح وتنجح.
أكلمكم بقى شوية عن الزهرة الجميلة اللي هنحطها سوا إن شاء الله المرة الجاية في حوض أجمل الزهور. الزهرة دي أو الصفة دي صفة لو أي حد فيكم يقتنيها الناس كلها تقول عنه أجمل كلام. تحبه، تحترمه، وتحب إن هي تتعامل دايما معاه وتصدقه. الصفة دي مش بس عند البني أدمين. عشان أسهل لكم الكلمة إيه هي، ممكن نلاقيها أو دايما نلاقيها في الكلب. بتقلي عرفتوها، ما نلاقيهاش في القطة. خلوا بالكم لما نقول الكلمة دي لازم نقول وراها كلمة زي أختها بالظبط. نقول الصفة والإخلاص. عرفتوا متهيألي. طيب الكلمة دي مكونة من 6 حروف قيمتهم بالأرقام حسب الجدول بتاعنا 102. هقول أول حرفين وآخر حرف، يبقى المطلوب منكم تعرفوا 3 حروف فقط. ألف أول حرف بواحد، تاني حرف لام ال ب23، آخر حرف وده اللي هيسهل لكم إنكم تعرفوا الهمزة المفردة ب30 ال، وآخر حاجة الهمزة المفردة. فكروا كويس قوي وركزوا واسترجعوا مع بعض الكلام اللي أنا قلته كويس علشان هتعرفوا على طول الصفة أو الزهرة الجميلة اللي هنشوفها في أجمل الزهور. فتحي يا زهور فتحي، واضحكي للنور وافرحي، وافتحي قلبك افتحي بالنسمة مرجيحة حريم، بتقول يلا تمرجحي واصحي وصحصحي واضحكي وافرحي. فتحي 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 يا زهور فتحي يا زهور فتحي، واصحي معانا وصحصحي بالعلم والمعرفة، قدمنا أجمل صفة بكلام معروف أرقام وحروف، لو تراجعها وتجمعها هتلاقي الصفة وانت الموصوف. وموعدنا الجاي نسمع ونشوف، نتقابل كلنا وصحي وصحي